الحسن البصري لما سئل قيل له: لماذا هذا قولك في القصاص؟ لماذا أغلطت القول فيهم؟ فقال: لأنهم يزيدون وينقصون ويخلطون، يأتون بالخلط، يأتون بالزيادة، يأتون بالنقصان، وهذا ما نعانيه في مثل هذه السنوات. نجد أن طوام من العقيدة أتي بها واعتدي على التوحيد واعتدي على الأحكام الشرعية بسبب ما يفعله بعض هؤلاء مما يخلطون ويزيدون وينقصون، لأنه لا علم شرعي عندهم، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما أذكره عن علماء السلف.